خلينا نشوف رئيس بلدية رفح صبحي رضوان وهو بيتكلم على المجزرة اللي تم ارتكابها بحق عائلته، بيقول ايه؟ احنا كنا في امان والاطفال نايمين والبيت كلهم كانوا نايمين، يعني ما فيش الا انا صاحي، وفجأة يعني حدث الانفجار و يعني حدثت هذه المجزرة الإجرامية التي يرتكبها العالم الذي يدعي أنه متمدن، الأمريكان واليهود والغرب الكافر كلهم اجتمعوا علينا وقتلوا أبنائنا وأطفالنا ونساءنا كما شاهدتم. فهذه جريمة مجزرة، يعني هم يدعوا الحضارة وهم أجرم الناس وأشرس الناس في هذا الوجود. أمريكا وإسرائيل عنوان الشر في هذا العالم، ألا لعنة الله عليهم. وماذا أقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ابني وأحفادي وزوجة ابني وبنتي كمان، يعني 9 من العائلة، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله. الأطفال 7. أقول لكم يا جماعة، يعني والله الواحد قعد يقرأ طول حياته في الكتب، شافوا صوت وصورة. هذا الإيمان الراسخ الذي تهتز الجبال ولا تهتز، 9 من عائلته، 9، الحمد لله، 9، 9. ربنا ما يكتبها عليك أبدا، أنت بتتفرج عليا ولا عليا، إحنا مش في حمل حتى واحد. لكن لما 9 من عائلتك يروحوا في لحظة. شفتوا فيديو إسماعيل هنية لما تلقى خبر وفاة أولاده وأحفاده؟ ربنا يسهل لهم، الله يرحمهم. يلا نكمل اللي بنعمله. ما ينفعش تمثل ابدا في الوقت ده، ما ينفعش. مهما كان لديك براعه تمثيليه، عارف انت لو واخد الاوسكار وجالك خبر موت اولادك، اصل يعني دي فطره، دي لا اراديه، دي حاجه لا اراديه. ربنا وصل ابناء على ابائهم لانه مش مجبرين يحبوهم، لكن الاباء مجبرين يحبوا اولادهم. ما تعرفش تمثل ابدا، لقطه ما ينفعش تمثل فيها، ما ينفعش تملك حواسك. عشان كده بقول لكم يا جماعه والله مش ممكن. شوف والده شهيد ايضا بتعمل ايه. الاقصى حمزه، فدا الاقصى، فدا الاقصى والنصره. سلم على الرسول يا حمزه، قول له ماما صابره، ماما صابره، فدا الاقصى انت يا قلبي، فدا الاقصى والله يا ماما، والله عشان تراب الاقصى، والله يا ربي عشان تراب الاقصى يا رب، والله كل شيء بيرخص لك يا رب، والله كل شيء بيرخص لك يا رب، فدا الاقصى يا قلبي، فدا الاقصى يا عمري، سلم على الرسول يا قلبي، خدنا معاك على الجنه يا عمري. اصحى تدخل الجنة إلا وإحنا معاك أنا وبابا يا قلبي، وخواتك وأخوتك وخلف روان وخلته كله مخال عبد وخلف الرجلاء حبايب عصافير صغير يا خدت بالك من أم عينيها عاملة إزاي؟ أم عينيها وردة. هل ينفع أم تمثل؟ كل الأمهات اللي بيتفرجوا عليها ربنا ما يكتبها عليكم طبعا، هل ينفع إن أم تمثل في اللقطة دي؟ ينفع أم تمثل؟ بتقول له سلمني على ابوك. تخيل هذه الثكلة فقدت زوجها، فقدت ابنها، وبهذا الثبات وبهذا الصمود، سلمني على ابوك، قول له ان امي صابره. طب والله لو كنا قرأنا عنها في الكتب ما صدقناها، والله لو قرينا عنها في الكتب ما صدقناها. الواحد دلوقتي اب، يعني الشباب الصغير ما بيبقاش عارف، والبنات الصغيره ما بيبقاش عارفين، لكن انا بكلم كل ام عارفه الاحساس ده لما الولد بيسخن شويه ولا البنت، الواحد ما بينامش. فبالك شهيد، فدا الاقصى،
لا يمكن يكون تمثيل، لا يمكن، لا يمكن، ده ثبات، ده زي أم موسى وربطنا على قلبها، مش ممكن يا جماعة.